بسم الله الحمد لله. ربنا زدنا قربا منك يا قريب يا مجيب، وزدنا قدر آخر من محبتك إيانا يا حبيبنا الأول. أمين يا سميع يا كريم. وقالوا آلهتنا خير خير. يا سلام، شوك الحكم المنقذ للحقيقة. وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني يفضلوا الآلهة نتاعهم لا تسمع ولا ترى ولا تنفع ولا تضر، إلا الضر اللي يكونوا عبدوها من دون الله، هذه مضرة ثابتة. هذيك الآلهة هذيك فضلوها على نبينا وما أدرك عليه الصلاة والسلام، يعني لا يفقهون شيئا، يراوا الأشياء بالمقلوب، سون دي فري ديليرون، يعني عايشين في الهذيان خارجين عن سكة الواقع، ما يجموش يفهموش منها واقع جاهم اسمه محمد عليه السلام، وهو خير الأنام عند الرحمن، وجاهم بأعلى قدر من كلام الله وهو القرآن، ومضاف إليها سنة الرسول الكريم الذي هو على حد عظيم من الخلق الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق مولانا العظيم. وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، يحبوا الجدلات تشوف بهم الكربة قربهم يجادلوا، لازم يصحوا روسهم، لازم يعاندوا، لازم يعارضوا وعلى هاتف الأشياء، تري خصومات وحروبات وأضغان وبوتوات، وبرا عاد ما عندكم الخنار يقرب خنار لكن يأهلكم للنار، نسأل الله السلامة. فمتى تستيقظون وتفعلون فعلا يبعدكم عن النار ويدخلكم جنات النعيم اللي فيها الهناء المقيم. والسلام علينا بالتمام والكمال أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.